بذلك. كما كان متوقعا، جاء إعلان مي عن تأجيل التصويت على مسودة الاتفاق الذي توصلت إليه في 25 من الشهر الماضي مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لحشد التأييد في البرلمان، خاصة وأن هناك تقارير تحدثت عن أن حوالي 100 من أنصار حزب المحافظين الحاكم سيصوتون ضد المشروع. مي تحدثت بإسهاب عن قرارها وقالت إنها ستواصل مشاوراتها مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة. على الرغم من الدعم الكبير لكثير من القضايا التي تضمنها مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أن مشكلة الحدود مع أيرلندا الشمالية ما زالت عالقة وتشكل قلقاً كبيراً للعديدين. لذا فإن التصويت على قانون المشروع في هذا الوقت من شأنه التسبب في رفض الأغلبية البرلمانية له، وعليه فقد قررنا تأجيل التصويت غداً منعاً لتعميق الانقسام داخل البرلمان. أما زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن فقد اتهم مي بالفشل وطلبها بالاستقالة وقال إن حكومتها فقدت القدرة على العمل. نحن في وضع غاية في الجدية والخطورة، فقدت فيه الحكومة السيطرة على مجريات الأمور. لقد كان واضحا منذ أسابيع أن اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء مع الاتحاد الأوروبي لا يحظى بالأغلبية البرلمانية، وعلى الرغم من ذلك كررت رئيسة الوزراء ادعاءها بأن هذا الاتفاق هو الأمثل والوحيد. وفي كلمتها في البرلمان حذرت مي من النتائج المترتبة على خروج بدون اتفاق وتداعيات ذلك على الاقتصاد البريطاني، لكنها في الوقت نفسه تعارض إجراء استفتاء ثان، وهو ما يطالب به عدد كبير من النواب من أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي. ويعتبر موضوع الحدود بين إيرلندا الشمالية وهي جزء من المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي من أبرز القضايا الشائكة، إذ سيعني ذلك عملياً إعادة الحدود بين المنطقتين، وهو ما يرفضه الإيرلنديون بشدة. لكن مي تقول إنها توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للتنقل الحر عبر الحدود بين شطري جزيرة إيرلندا. من جهته يرفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض حول شروط الانسحاب التي توصل إليها مع حكومة تريزا مي في الشهر الماضي، ويصر على أنها أفضل اتفاقية يمكن الحصول عليها إذا ما أصرت لندن على الشروع قدماً بخطوات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. أدى الجدل الدائر حول التصويت على مسودة مشروع القرار الذي توصلت إليه تريزا مي مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي إلى تراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني في الأسواق، خاصة أمام اليورو والدولار، وهذا يعتبر أمراً سلبياً بالنسبة للمتاجر البريطانية هنا في أوكسفورد ستريت وغيرها من المدن التي تستعد لموسم الأعياد. عصام كرماوي، BBC، وسط لندن.